call me a god. إذا كنت تريد تشتري أي أسلحة أو فضة أو أي حاجة تخص لعبة سكال أند بونز أو أي لعبة ثانية مثل ألعاب فيفا، ادخل على الرابط الموجود في الوصف ولا تنسى أنك تحط كود نوب. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو إن شاء الله بحاول أشوف كم الوقت اللي بقضيه عشان أخذ كل اللوت من كل المصانع أو كل الأرباح من كل المصانع ويكون خط تجاري بحت، يعني فقط للتجارة. فنبدأ من شيغافا وإحنا متحركين في اللعبة، يعني على بعض المصانع نشوف الخط كيف بيكون. هنا أول شيء واحد، بعدين نرجع لهذا ونرجع لفوق، وإحنا لافين لخطنا المعتاد. وفي النهاية بنوقف على جراند ورادين لسانت سانت إن. فهذا الخط التجاري أتوقع إنه بيكون سهل. أتمنى إن الريح تلعب معانا عشان الوقت بعد يكون لمصلحتنا، ونشوف كم بنقضي من الوقت. طبعاً الفترات اللي ما فيها أو فترة التجميع بتكون شوية مسرعة. عشان يكون الفيديو اقصر فنخليها تسريع تايمز 11 او تايمز 4. اتوقع تايمز 4 بتكون. Thank you.
اوكي 7000 تقريبا. اذا هذه هي نهاية الفيديو، استغرق تقريبا علينا 25 دقيقة عشان نخلص كل المصانع الموجودة في الريد ايل. مشينا في هذا الخط اللي الحين واضح قدامكم. في البداية شوية غيرنا في الخط التجاري اللي معتادين عليه، وبعدين مشينا على الخط التجاري المعتاد من تحت إلى اليمين، ومن ثم رجعنا شوية في مشاكل في دوليس لأنه الحصن الوحيد، وإذا كان في عندك إذا كنت في هجوم ولا حاجة ما بتقدر تسوي تفاعل. بس الحظ أنه كان عندنا شخص وما ما قضينا وقت كبير هناك. هنا نهاية الفيديو، أتمنى أن الفيديو عجبكم، أتمنى أنكم ضغطوا على زر سبسكرايب زر لايك، وتكتبونا في الكومنتات إذا في حاجة محددة تريدوا تشوفوها أكثر في اللعبة، وإن شاء الله بنسوي فيديوهات عنها. أتمنى أنكم تسوي شير كذلك، تخبروا أصدقائكم عن القناة، ونشوفكم فيديو آخر، والسلام عليكم.